خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في لقاء جديد من وتستمر الحياة. نتمنى لكم تكونوا على خير وبخير. تحية لكم جميعا ومرحبا بكم طبيعة الحال. احنا اليوم في المغرب تنعيشوا ظرفية استثنائية، وربما لا جيلنا ولا جيل أبائنا عمرو ما مرت عليهم بحال هاد الظرفية هادي. فكنتمنى أنها إن شاء الله بإذن الله تدوز على خير، ونتمنى أن الناس توعى بما يكفي. والله يخليك، خليك فتاك وخرج للضرورة القصوى، وإذا كنتي غتخرج دير الكمامة ديالك لأنها أصبحت ضرورية من أجل حمايتك وحماية الآخر. ومسألة أخرى، عفاكم، إذا خرجنا نخرجوا للضرورة الاستثنائية، يعني العمل لضرورة يعني صحية مستعجلة اللي يمكنش تسنى، أو للتبضع. ومن تقول للتبضع ماشي كل نهار، الواحد يحاول يتقدى لثلاث أيام لأربع أيام للسيمانة، أحسن ليه وأفيد ليه وأجدر ليه باش يحمي نفسه ويحمي وليداته. وفي وسط هذا الكونفينمون اللي حنا فيه، وفي وسط هذا الشيء كامل اللي حنا فيه، اكيد انه رغم صعوبه الموقف الحياه تستمر. واليوم كنستضيف لكم معنا الاخصائيه النفسيه نزهه الخميري، وغنتكلموا معاه على واحد النقطه مهمه بزاف اللي بزاف ديال الناس لقاو راسهم فيها بلا ما يحسوا. كيخصنا نعرفوا بلي النفسيه ديالنا كتلعب واحد الدور كبير وكبير بزاف. وهذا الشيء علاش الا سمحتوا لي غنرحب لاله نزهه. لاله نزهه، مرحبا بك وسعيده جدا باش نعاود نتواصل انا وياك. ولكن اليوم بغيتك عافاك تجاوبينا على واحد السؤال بلا شعور، انا تنقولها بلا شعور، عدد من الناس ولاو كيلقاو راسهم غير وسط الاخبار الخايبه والصعيبه هي اللي تقلبوا عليها. شنو اللي كيدفعنا اننا نمشيو فقط الاتجاه ديال هذه الاخبار هذه اللي ربما كتزيد من تأزيم الوضع نفسيا اكثر منه بطبيعه الحال اجتماعيا؟ سعيده بلقياكم مره اخرى على موقع لالا بلس عبر برنامج وتستمر الحياه مع الصحفيه المتالقه لالا سكينه سلماوي. غادي نسمي الموضوع ديال اليوم كورونا النفس، بمعنى كيفاش كتنجح كورونا في تدمير نفوسنا وكيفاش تتقلقنا. محور هذه الحلقة هو مفهوم البشرية المعاصرة ومفهوم القلق، موضوعين عندهم علاقة في هذه الأحداث اللي كنعيشوها مؤخرا. البشرية المعاصرة بمثابة عالم جنوني بما فيها من صراعات، حروب وتكنولوجيا مدمرة، قتل ببرودة دم وتشريد وصرع عن قصد، تجويع فئة من المجتمعات في الوقت اللي كتصرف فيه الملايير بدون معاناة ولا تدبير. أصبح الشخص في هذا العالم لازم ما يثبت نفسه اجتماعيا باش يتجنب وصمة الإنسان الفاشل، وهكذا كيتزايد القلق والخوف من المستقبل. تباعدات المسافات الإنسانية، على قدر اللي كترات الحريات كترت معها وحدانية الناس، تلفنا على التآخي، الكل للبيع، وصبح الإنسان بمثابة شيء مشروع، حياته هي شنو كيكسب. قلت القناعة، قل الإيمان، واللي عنده مبادئ كيتسمى قديم ومتأخر. كيجي مفهوم القلق وكينتشر ردا على غياب الشعور بالأمان عند الإنسان، والتهديد بالفناء، على حد قول سيغموند فرويد الطبيب والمحلل النفساني، لست في حاجة إلى تقديم القلق لكم، فكل منا قد ابتلي بهذا الشعور، والحق أقول لكم إنه حالة وجدانية نشعر بها بأنفسنا وتعاودنا مرة تلو الأخرى. فعلا كينقسم هذا القلق إلى ثلاث محاور، كاين القلق الموضوعي نسبة للموقف اللي كيتواجد فيه الشخص وكيواجه أخطار، خطر ديال الحيوان المفترس مثلا، خطر زلزال، خطر حريق وما إلى ذلك. كاين قلق عصابي، مني كيكون عندنا قلق بدون مبرر، حتى المعني ما تيلقاش أن القلق ديالو منطقي، فهو قلق غير ملموس، بحال الخوف من الظلام،
الخوف من حشرة صغيرة، الخوف من العين، وفي حالة الهستيريا كذلك. ثم كاين قلق أخلاقي اللي كيكون فيها الشخص متعلق بزاف بالقيم الأخلاقية لدرجة تأنيب الضمير، عندك يدير شي سلوك مضاد للقيمة ديالو. إذن على حسب ترابيه خصو يبقى السلوك منضبط. كيتولد عنده في هذا الشكل هذا صراع نفسي ما بين الشهوات والممنوعات. لهذا للا سكينة النزعة اللي كنعيشوها حاليا هي نزعة الخوف، القلق عند البشرية المعاصرة إلى حد الاكتئاب وحتى الانتحار كذلك. نزعة سماع مشاهدة ثم قراءة كل خبر مثير بالرغم من القلق اللي كينتابنا، كنميلوا لمشاهدة أفلام وفيديوهات الرعب والعنف وعارفين أنها كتفزعنا. هذه الأنواع من التسجيلات صبحات كتزايد أكثر فأكثر من أجل الإثارة والربح وعدد المشاهدات، ولكن ما نساو شيء أنها كتخلي واحد الصدى سلبي نسبي كيتفاوت من بشر للآخر في نفسيتنا وسلوكاتنا بلا ما نشعره. كتعزز به الاضطرابات النفسية لدرجة القلق المرضي. نيت نتكلم على القلق المرضي ماشي هي التقلقة، ولكن هو الحزن الشديد، هو ضيق في الخاطر، الخوف المرضي. الناس اللي كيقلبوا على هذا النوع من الأخبار بإفراط أصلا عندهم نفسية مضطربة هشة، كيخافوا من الموت أو بالأحرى من وفاتهم، وهذا الاضطراب كيشمل فكرهم، جسدهم، إدراكهم وسلوكاتهم. مثلا فيروس كورونا كيخوف حياة الجميع، ولكن هاد الشريحة من الناس كيهدد حياتها حقيقة وخيالا لدرجة نوبات الهلع المستمرة اللي كتأدي أحيانا حتى الموت. بالفعل اللنزها يعني عدد من الناس ربما إلا سمحتي لي صبح كيظهر عندهم واحد العدد من الأعراض وشعور بواحد النوع من الاضطرابات النفسية، يعني من قبيل يعني الخوف المرضي أو الهلع أو التهويل ديال بعض الأمور، حتى بدات كتظهر كتظهر على الناس. مثلا كاين بعض الفئات اللي تقدر تظهر عليهم بعض الأعراض، وحاولت أنني نبحث وقيت بأنه مجموعة من الأعراض تقدر تظهر علينا بسبب هاد الاضطرابات النفسية اللي كتظهر يعني أو اللي كترتبط بحالات الهلع والخوف والتوتر اللي نقدروا نوصلوا ليها، واللي كتقدر يعني دخلنا في بعض الأمور من قبيل أنه ربما نحسوا بالضغط على مستوى الصدر، حريق الراس، احيانا صعوبه في التنفس، ديبوفي شالور، بزاف ديال الامور اللي كتقدر تظهر واللي كيكون يعني عارض ديال هذا النوع من الاضطرابات. ففوسط هذا الشيء اللي كنعيشوا كيفاش نقدروا نوجهوا الناس اللي ربما صبحات كتعاني من هذا النوع من الاضطرابات جراء هذا الحدث اللي حنا تنعيشوه واللي كنتمنوا يا ربي لانه يدوز بسرعه ويدوز على خير. على قدر اللي الخوف إحساس طبيعي كيحمل في طياته فزاع، هلع، رعب إلى درجة الاضطراب الجسدي والنفسي. مني كنخافو كنضطربو بمستويات، إحنا ماشي كاملين بحال بحال. كاين فئة من الناس اللي كتضطرب بالتوقعات أولا، إذن هي كتسبق الحدث، ثم الفكرة كتأخذ مجراها للجسد، بمعنى الوظائف ديال الجسد كتضطرب كذلك ظاهريا وباطنيا، من صفرار في الوجه، نظرة فارغة اللي تنقول لها بالفرنسية لغوغار فيجي، ارتجاف لا شعوري ديال الرجل ديالنا أو دي الدينة، كيكون قال شي واحد ورجله كتهز. كاين سرعة دقة القلب، تبول بكثرة، اضطراب في النوم والأكل، مشكل في الهضم، قلة التركيز، تكاثر أفكار وسواسية، واش هاد الحالة ديال الموت اللي عندي، واش غادي نقدر نفقد السيطرة على الوضع، واش الحياة غادي توقف. أصلا هادي كلها أفكار وسواسية كنشحنوها بنفوسنا، واللي هي في نفس الوقت
كتزيد كل ما شحناها كتزيد من اضطراباتنا وقلقنا، وكتبعدنا على الواقع اللي يمكن لنا نسيطر عليه بشكل من الأشكال. إلا فهمنا الموقف وخدمنا فيه العقل الواعي بمعنى لا بريز دو كونسيونس، غادي نعرفوا على الأقل أشنو كيخلعنا منه. مثال، ناخذ مثال ديالي. إلا كنت أمام سيارة جاية لجهتي بسرعة، غادي ينتابني الخوف أكيد. إذن واش غادي نقوم في الحين بواحد السلوك ديال الهرب منها وعادي يبدا من بعد قلبي كيضرب بحال اللي غادي يخرج من بلاصتو، او نخلي الخوف ثم القلق هو اللي غيسيطر ويغلب عليا ونرتبك وما نعرف لا نرجع ولا نزيد؟ تقدر توقع داك الساعات حادثه لا قدر الله. اذا هنا كاين التفاعل والانفعال مع الموقف. في موقف فيروس كورونا كاين المثال الاول، منين نمشي ندير التحليله ديال الفيروس، في ضمن الافكار كاين الانتظار ديال الجواب الايجابي او السلبي اللي فيه بالطبع خوف وقلق. خصنا نعرفوا على ان لا فائده من الهروب، حنا غادي ننتظروا هذاك الجواب، غادي ننتظروه، خاصني لازم نواجه الامر. والمثال الثاني مع هذا الابتلاء، يا اما نتفاعل معاه وندير اللازم من الوقايه وغادي نكون كنخفف من مستوى الخوف، او نتفاعل معاه ننسى الوقايه ونفقد التوازن النفسي ديالي، ثم غادي يجيني الاضطراب الجسمي ونقول داك الساعه علاش ما نعستش وعلاش عندي الوساوس وعلاش اللي تيوقع لي اضطرابات انا ما مولفاش بهم. ولهذا انا تنقول لازم ما نراجعوا نفوسنا ونوعاو بالمواقف اللي حنايا كنطيحوا فيها. اكيد لالنزه، يعني حنا ما كنفيوش بصعوبه لا بغينا نقولوا الموقف اللي كنمروا منه، ولكن واش هذا التهويل اللي ربما صبحوا كيعيشوا تحت التاثير ديالو بعض الناس، واش ممكن انه يخلق لنا بعض الازمات النفسيه خلال هذه الازمه اللي كنعيشوها وما بعد الازمه ديال كورونا؟ لانه المساله ربما يقدر يكون عندها واحد يعني ثقل نفسي اللي يعطينا مشاكل فيما بعد، يعطينا اضطرابات فيما بعد، ويعطينا صعوبه في التواصل عفوا والاندماج فيما بعد. نعم لالا سكينة، التهويل واش كيخلق ازمات نفسيه؟ انا هنا غادي نشير للتربيه على الخوف منذ الصغر. ما كنقولش ان الخوف ماشي احساس فطري طبيعي، او كنقول اننا نربي ولادنا على عدم الخوف، ما يمكنش. بالعكس، التربيه على الخوف داخله في التربيه على الاحترام والتهذيب. ما خصناش نديرو هادي، ما نحترمو هادي، ولكن ما نربيو شي ولادنا على الخوف اللي ما عنده أساس من العقلانية، على المخاوف الوهمية اللي لا لزوم لها ولا مبرر لها، بحال الخوف من الغول، الخوف اللي تيقولوا بوعو، نخوفوهم باش ينعسوا، نخوفوهم إلى ما بغاوش ياكلوا. في هاد الحال خصنا نكونوا كنعرفوا على اننا كننميو في وليداتنا الخوف العصابي اللي طرقت ليه فيما سبق، كننمي فيه كذلك الهلع اللي غادي يكبر معاه وينغص عيشته ويخليه معقد. هاد الانسان ملي تيكبر ما تيكونش كيساير حياته بشكل سوي، والامثله كثيره في هذا الباب. كاين اللي غادي يجي وغادي يقول انا تنخاف من هذه الحاجه من حيث كان في الصغر مربيني على واحد الشكل، هذا موضوع بوحده حتى شي مره ونطرقوا ليه. في الكبر الخوف كيلازم البشر باكمله بدرجات، يا اما كيسيطروا عليه بحسن التفكير بالعقل، او كيسيطر عليهم
بتوهم أشياء لا وجود لها، وبالتالي ما كيقدروش على مقاومتها. هذا هو القلق. عدد ديال الناس اللي تنمات فيهم شخصية هشة وبنية ضعيفة في الصغر، الريح اللي جا كيديهم، كيكونوا تايهين ما بين الواقع والوهم. إلى تكررت حالة الاستسلام للخوف، كيصبحوا في أبسط المواقف كتجيهم نوبات الهلع. إلى تعطلوا غير والديهم في الخدمة، غادي تلقاهم لدرجة كيتقيا ولا لدرجة كيسخفوا ولا، وبالتالي كيفقدوا التحكم على المواقف اللي تعيشوها. هادو هما الأسباب ديال الأزمات النفسية المدمرة اللي كيحتاجوا لها العلاج بالدواء وغالبا بالجلسات النفسية. نعم لالا نزهة، أكيد إلا سمحتي لي في وسط الظرفية هذه وهاد الاضطرابات وهاد الصعوبات إلا بغينا نعتبروها، وحسب ما اختبرت يعني عدد من الأخصائيين النفسيين كيتابعوا عدد من الحالات عن بعد بسبب هذا المشكل هذا، ما غنقولش عليها ظاهرة ولكن غنقدروا نقولوا بأنه كاين نسبة، يعني كاين الناس اللي عندهم هذا المشكل حاليا واللي كيتابعوا مع الأطباء ديالهم عن بعد أو الأخصائيين ديالهم عن بعد. فبالنسبة لك يعني كيفاش نقدروا نجيغيو أو لو نسيروا هذه الأزمة هذه اللي فوق جهد ديالنا؟ يعني كاين اللي كما كنقولوا كيتجبر وكيتجبد ويقول لك لا انا ما عنديش مشكل، انا بخير، لا لا غير ذلك، لن يصيب الا ما كتب الله لنا، وهذه هي الحياه وهذا الشيء كتبه الله الى غير ذلك. ولكن ملي تجلس مع راسه كتولي امور اخرى وكتولي نقاشات اخرى داخليه اللي كتعطينا مشاكل سواء شعوريا او لا شعوريا. نعم، اقول فقط ان درهم وقايه احسن من قنطار علاج. بمعنى على الناس اللي عارفين راسهم انهم ضعاف امام الاخبار الحزينه والمشاهد المؤثره، الوقايه منها خير من العلاج. ما يقلبوا شيء على البلا بنفسهم، ما يتفرجوا شيء في مناظر ماساويه، لان الولوج لمثل هذه السلوكات كتحيي عندهم صدمات قديمه. واخا كيقولوا غير كنتفرج وانا جالس في بلاصتي ومن البعيد ما غيوقع والو، كونوا على يقين أن الصور أو السمع لما هو سلبي كيترجم في الحين أو بعد حين. كيفاش يمكن لنا نعتادوا على مشاهد القتل مباشرة بالرصاص والسيوف، مجازر جماعية، اغتصاب ثم قتل بشع، استشهادات إرهابية وما إلى ذلك، في الوقت اللي كانت حياتنا مستقرة وكانت فيها أفلام رومانسية، مشاهد تخلو من العنف، حرية التنزه. لازم ما تكون نفسانيتنا فيها خدش، خوف وتخوف من المستقبل، لكن الصبر، اليقين والوقاية من التهلكة بحال نبعدوا من هاد مشاهدة هاد فيديوهات الرعب، ركائز هامة في تقوية النفس. من حيث على قدر اللي كاين مأساة هناك سعادة معها، غير خصنا نعيشوها أكثر وما نتأثروا شيء بالمأساة. على قدر ما كاين من حجر صحي جماعي بما فيه من خنقة، كذلك هناك من جدد لقاءه بدويه وعرف قدرهم. الإنسان عنده حد أدنى من السلوك الفطري وقدرة هائلة من التعليم والتكيف مع المحيط ومن المحيط كذلك. نتعلم ندير حد للمعلومة وما نبقاوش نقلبوا على التدقيق فيها، بحال اللي حنايا كنقلبوا ونحفروا على اللي ألمنا. ناخدوا قسط لنفسنا بالرياضة، نسألوا في العائلة عبر الهاتف، نرتبوا بعض الأشياء اللي ما لقينا لهاش الوقت من قبل، ما نبقاوش غير بالبيجامات ولا نهملوا نفوسنا. نعتنيوا بالأكل السليم والنوم السليم كذلك، وعلاش لا اللي ما نخلقوش جو من المرح بعضياتنا.
اكيد للنزهه. الله يعطيك الصحه معدي ما يتسالك، دائما كلامك مريح ونتمنوا يا ربي علينا يكون تاثيره علينا كبير ان شاء الله باذن الله، باش نتجاوزوا هذه الازمه النفسيه وايضا الازمه الصحيه ان شاء الله باذن الله. اذا هنا نبغي نطرح واحد السؤال للنزهه، كيفاش نقدروا نقنعوا نفوسنا هما الاولين ونقنعوا الناس اللي دايرين بينا باش نبعدوا من هذه الاخبار السلبيه، خاصه وانا واحد الكم كبير من هذه الاخبار كنتاكدوا من بعد وكنلقاوه غير صحيح، ولكن في الوقيته اللي ربما هاد الصور كنشوفوها اولا كما تنقولوا كنشبعوا العقل الباطني ديالنا بها، كيكون عندها تاثير وتاثير كبير اللي كيبدا ينعكس من بعد في تصرفاتنا وكيبدا ينعكس حتى في يعني في الا بغينا نقولوا في المشاعر ديالنا وفي العلاقه الداخليه ديالنا ما بين وعينا ولا وعي ديالنا بطبيعه الحال. حنا دائما عندنا واحد الاهتمام متزايد باش نعرفوا اخر المستجدات، ولكن مع هذا فيروس كورونا ولا عندنا الاهتمام فائق المدى، هو نابع من أزمة الخوف والإحساس بالضعف أمام هذا الوباء، كتخلي كل واحد فينا كيبحث باش تكون عنده آخر الأخبار ويشيعها بدون تأكد من مصداقيتها ولا مصدرها، فقط نكون على يقين أننا بلا ما نشعروا كنأذيو ناس أخرين وكنساهموا في الإشاعة على أكبر عدد من المتلقين. يمكن كنخليو ناس أخرين يمرضوا نفسانيا ماشي بمرض كورونا. واش فايت لشي واحد فينا طرح السؤال شنو غادي يربح مني يتقاسم هاد الفيديو أو داك؟ واش عمرنا قلنا علاش وشنو الفائدة؟ وإلا ما تقاسمناش مع الآخرين أش غادي نخسروا؟ الرسائل ومجموعات الواتساب والفيسبوك وغيرها صبحت متداولة بواحد الشكل فظيع بزاف وكبير بزاف، أغلبيتها كتقلبي على الشهرة ثم المدخول فيها. المزيان كتفيدنا في التواصل، عرفنا بزاف الحوايج، ولكن على قدر اللي عرفنا خلقت فينا واحد زعزعة نفسية واحد البلبلة، إلا القليل اللي منها كتكون مواضيع علمية ودينية وفنية راقية ذات فائدة. ظاهرة التسجيل والإرسال هي ولات شيء تلقائي، أغلبية اللي كنتوصلوا به من أخبار مزعجة ما كنشوفوهاش مباشرة وحنا في عين المكان، للأسف احنا غير كتجينا عبر الرسائل. لاحظوا معي على اننا فعبر الرسائل وكنصدقوها ونعاود نرسلوها لواحد اخرين. اولا حنايا ما تنقلبوش غير على اننا نحاولوا نشوفوا شنو هو الصحيح منها والخاطئ، ولكن حنايا كنتقاسموها بلا ما نفهموا اشنو هو الواقع ديالها. اذن الى بغينا نبتعدوا شيئا فشيئا على هذا الرهاب وعلى هذا الخوف وعلى هذه الازمه اللي حنا كنعيشوها لنفوسنا، نحاولوا نختاروا ونحاولوا نبتعدوا على كل ما تيزعجنا. ما عندي ما يتسلك لالا نزهة، وقبل ما نختموا اللقاء ديالنا نبغي معك نستغلوا الموقف ونسمعوا نصائحك. شنو هي النصائح اللي تبغي توجهها للناس في هذه المرحله هذه؟ كيفاش يقدروا انهم يعني كما تنقولوا واحد زائد واحد تساوي زوج، كيفاش يديروها بشكل رياضي بشكل حسابي، كيفاش نتكيسوا على راسنا وكيفاش نطبقوا بعض النصائح باش نهربوا من هذه الاخبار الزائفه اولا، وثانيا من الاضطرابات النفسيه اللي تقدر تنجم على هذا الجانب هذا في وسط هذا الضغط اليوم اللي كنعيشوه اللي ما يمكنش اننا ما نكروه. لالا سكينة، الخوف فطره كيف ما قلت، بحال هاد الازمه اللي كنعيشوها حاليا ما كنهربوش منها بل كنواجهوها بالصبر واليقين، من حيث ما كنشوفوش هاد الفيروس حنا خصنا نفهموه، خصنا نوقيو نفوسنا منه. ما كايناش طريقه للتنبؤ على وجه اليقين اللي كيجعل شخص يتصاب باضطراب القلق، ولكن كيمكن للناس يتخذوا خطوات للحد من تأثير الأعراض إلا كان تيشعر بالقلق. كيفاش؟
حاول اولا انك تحدث مع اخصائي في واحد الوقت مبكر قبل فوات الاوان، من حيث ملي تيدوز الوقت وكتشعب الازمه كيولي العلاج ديال القلق صعيب وتيخصو بزاف ديال الوقت، وكيتطرح تما عند في داك الوقت اخذ العقاقير. ثانيا حاول انك تحافظ على نشاطك، ما تنتكلمش على النشاط الرياضي وعلى نشاطك، نشاطك واخا غير بوحدك حاول تخلق نشاط، شارك في انشطه، استمتع بلحظاتك، خلي نفسك تشعر بالرضا على 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 وقتك وعلى احوالك. واخا الوقت حزين استمتع به ولو في الحجر الصحي. تجنب تتكلم مع الناس اللي كيتناولوا الكحول والعقاقير المخدره، تجنب تناول الكحول والعقاقير المخدره. يمكن لهذا التعاطي لهاد المخدرات يقدر يخلق عندك قلق والقلق تيتفاقم. إذا كنت مدمن والإقلاع على هاد الإدمان راه حتى هو كيخلق الشعور بالقلق. حاول تساعد نفسك أولا بنفسك، حاول تقلب على مقابلة أخصائي في المجال، حاول تكثر من العزيمة ومن الإرادة. ثالثا ما تخليش وقت الفراغ يساهم في أفكارك السلبية. احنا كنعرفوا على أن النفس في وقت الفراغ كتخلق لنا مخاوف، النفس اللي كتوسوسنا. حاول تجنب الأخبار اللي غادي تسيء بيك، وحاول تقرب من المفيدة منك، وغادي نقول تقربوا لله تضرعا. ما تنساو شيء على أن دائما الأخذ بالأسباب طريقة مهمة، من باب الوقاية، من باب تخفيف على النفس، من باب اليقين، ومن باب ضعفوا الإيمان ديالكم. وإلى اللقاء. شكرا جزيلا لك لالا نزهة، شكرا لك لأنه دائما معنا. وبصراحة لا أخفيكم سرا، يعني حتى المواضيع أحيانا كتقترحي انتي التجاه اللي تبغينا أننا بطبيعة الحال نوجو فيه الناس نظرا للعدد ديال الناس اللي كتواصل معك أجل تلقي بطبيعة الحال النصائح وأيضا الحصص العلاجية. شكرا جزيلا لك، شكرا على تعاونك، شكرا على تضامنك، وشكرا على هذا الدعم النفسي اللي كتقدميه للمغاربة. لهلا خطيكم شكرا جزيل الشكر الأخصائية النفسية نزهة الخميري اللي أعطتنا كل هذه المعلومات، وإن شاء الله علاش لا نتلاقاو في فرصة قريبة. شكرا لك. كنشكركم مشاهدينا ومتتبعينا، نتمنى ان حلقه اليوم تكون نالت اعجابكم. والله يخليكم، حاولوا تشتغلوا على نفسيتكم، النفسيه المرتفعه من شانها ان ترفع من مستوى المناعه ديالنا، فكيخصنا نحافظوا على يعني لا ستابيليتي او كما تنقولوا الاستقرار النفسي ديالنا. هذه نصيحه كنقولها لكم وتنقولها حتى لراسي، لانه لا اخفيكم سرا بحالي فحالكم حتى انا كنعيش نوع من الخوف ونوع من التوتر، ولكن طبيعي في وسط الظرفيه اللي تنعيشوها، لكن كيخصنا نديروا مجهودنا باش نتغلبوا على هذا الاحساس اللي يقدر انه يكون مدمر. تهلاو ليا فراسكم، ما تنساوش دائما تلقاو معكم من خلال وتستمروا الحياه.